بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في البداية نختار نرحب الحضور كاملين، الإعلاميين والإعلاميات وننوه بوجود معنا مؤسسين مجال الصحافة في بلدنا من الجيل الأول ومن الجيل الثاني، الإخوة والأخوات اللي قاموا بذاك الدور في ظروف أصعب من الظروف ذرك وأداوه على أحسن وجه. ذا اللقاء اللي له أنا كنت نختار وعود فات خلق سابق الليلة بياسر، يا غير مع الأسف ما وتحت له فرصة نظرا لياسر من الضغوطات في العمل وفي الأجندة هون، وبقى فيا ملي شوي على نخرجوا إكراهات ثانيين، فرضوا علي نعدل بعض المقابلات مع شي من الدول زرتها به اللي تعود فم جريدة وتعود خالط هالشي على الدولة ويطلبوا على نحد يعدل معاهم مقابلة، وبالتالي يعود الاعتذار عنها ما هو متاح حتى والله ما يتواسى. وفي الإطار اخترت نجابر احنا هون الليلة، ما معانا الصحافة الأجنبية والله ممثلينها يسوى قاع ممثلينها، يا ويعودوا مواطنين موريتانيين إخوة وأخوات، يا غير إياك نعطي ذا الجبار ذا الطابع الوطني حتى اخترت وعود على الشكل اللي هو. اختار وعود يتألف من فقرتين، واحدة منهم نختار نعدلوها فرصة نستمعوا منكم المشاكل الصحافة المطروحة لهم، ولين فوتوا نتخطاوها نختار نعودوا الإخوة والأخوات اللي منهم لا يقبل الكلام في ذاك المجال يوجز وبه اللي ما له يعود عندنا حتى ياسر من الوقت، ونعدلوا المرحلة الثانية ذو الأخوة اللي فاتوا قعدوا نشوفهم اللي معاهم ذاك اللي قابلهم قبلها إن شاء الله. تفضل. إن مهنة الصحافة في هذا البلد آن لها أن تتم ترقيتها، وآن لها أن يتم تنظيمها، وآن لها أن يتم ضبطها كما هو حاصل في جميع بلدان العالم. لا يمكن لأي كان أن يمارس هذه المهنة إلا وفق شروط، وهذه الشروط موجودة عندنا ومحددة قانونا ومحددة في كافة يعني متطلباتها، ولكن للأسف لا يمكن أن نقول أن في بلادنا صحافة بالمعايير المتعارف عليها دوليا. هناك إعلام، هناك فلتان إعلامي غير مضبوط، غير منظم، غير مؤهل، غير مؤسس. وبالتالي نحن طبعا خلال لقائنا معكم الأخير في مكتب نقابة الصحفيين الموريتانيين عرضنا عليكم الإشكالات هذه المهنة، وطلبتم منا مقترحا وقدمنا لكم هذا المقترح. وبالمناسبة أقول أنه لأول مرة نبعث برسائل إلى رئاسة الجمهورية فتصلنا الأجوبة، يعني نشعر بأن هناك مستوى من التواصل كنا نحتاج إليه. وبالتالي نغتنم هذه الفرصة لنوجه لكم الدعوة، وهي دعوة كل من حضر هذه الليلة، أننا نطالب بإصلاح قطاع مهنة الصحافة. لا بد أن تراجع الوضعية التي تشد عليها مهنة الصحافة، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد بابا العلاتي، مدير إذاعة موريتانيا. سيد الرئيس، شاكرينكم على اللقاء، ونبغوا من فاتونين تكلموا الصحافة عن مشاكلهم، تكلموا احنا ذو أرباب العمل عن مشاكلنا. احنا ذو عندنا إشكالية كبيرة عن القانون المؤسس لإعلام الحر الصحفي السمعي البصري قد تعدل في موريتانيا، ونقولوا عنه ما يعدل كبار بالصفة اللي يلا يعدل به. انبعت لنا مجموعة من الرخص سيد الرئيس، وانقال لنا عن نعدلوا مجموعة من الالتزامات مفروضة علينا في دفتر الالتزامات، وعدلناها ومشينا في ذاك الأساس، غير في المقابل في إطار الاستراتيجية العامة اللي الله يعود فيها نشترون احنا الرخص
في دوله ليبراليه وينعطانا مجموعه من يخلينا وخلانا الهامش التجاري وهامش الحركه ونقدروا نعودوا عندنا موارد ماليه من خلال تنظيم العام للدوله لما خلق وخلقت لنا السيد الرئيس عمليه تحت قدرنا وصفها بعنها عمليه احتيال وغدون المليارات مليارات من الفضاء السيد الرئيس وعندنا عندنا قضايا في المحاكم العمال يطالبونا بعنا خلصوهم وصلنا لك تصاوعنا وكل حد يصاوعنا السيد الرئيس ولا جبرنا في السنوات من الساعة اللي خلقنا قيضنا مولانا حد يعود فاهم الجو العام اللي يلا تخلق فيه الليبرالي ذا اللي كان عندنا من الصحافة من الصحافة الرسمية السيد الرئيس تعرف تعود موظفين تشتغل في مؤسسات تنعطى لها رواتب غير ما تعرف صناعة الإعلام ولا هي متخصصة فيه ولا يعنيها وعاد إشكالية تعجلنا في المواقع الكبيرة وتعود هي للتعامل معنا دوركم السيد الرئيس تعدلوا لفتة خصوصا عن توجه حكومتكم برك توجه برامج نحن ندخلوا في الصحة ندخلوا في التعليم نعاونوا الدولة في التنمية وفي كامل غير في المقابل نحن ما عندنا أي موارد مالية ما أن الصحافة الدور الولوج للخبر ولا أن الصحافة الدور تقرأ تحرير الخبر نحن مؤسسات تجارية وتعيش في دولة ديمقراطية ليبرالية يا الله ينش قبلوا لها أروق الجلالية يتعاملوا معها يعودوا على مستواها العلمي والفكري ما يعودوا أي مدى له تم تقبل لها الشمل الأوامر وتقول لها لأن وفر لك الخبر سيد الرئيس أسمح لي ما نطول عليكم بالنسبة اللي مطلوبة حالا ذي الحكومة اللي الحكومة الموجودة حالا ذي المخصص منها فيها الإعلام لا يمشي في شي من دبلياهات اللي ما مصالح للحياة في موريتانيا لا يمشي من شي من مسائل اللي غريبة وعجيبة بينما مؤسسات السمع والبصري والصحافة الإلكترونية اللي بالغة كل بلايدة والجرائد ما مخصص لها شيء وراء السيركيلر اللي قد خاض عن 2012 و2013 و2014 ونعانوا نوع من المعاناة غريبة أنا ما مهم عندي كان بياه السيد الرئيس لحقت والله الكهرباء والله التنمية والله الديمقراطية أنا رب الإبلي والبيت برب يحمي السيد الرئيس نبغى منكم تدخل عاجل ومطالبينكم به وهذه مشاكلنا وشكرا ici, je suis journaliste. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais poser deux points. Le premier point, il s'agit de la formation des journalistes. Il est vrai que tout le monde se plaint, tout le monde dit que les journalistes comme ci, les journalistes comme ça, ils ne savent pas faire leur métier. Ils sont... En tout cas, d'après ce que je vois, d'après ce qu'on lit, il y a des choses à faire. Et moi, je pense que tant que... Et à l'époque, nous l'avons dit quand nous étions au syndicat des journalistes de Mauritanie, Narib Sahavine est là, il peut témoigner, nous avions posé ce problème qu'il fallait absolument créer en Mauritanie, si c'était possible, bien sûr, une école de journalisme pour former ceux qui vont arriver, pour qu'il y ait une relève, pour que les journalistes puissent enfin faire leur métier tout en respectant les règles basiques de l'éthique et de la déontologie, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Ça, tout le monde en a fait le constat et c'est très dommage. Il y a évidemment, je pense, une filiale qui a été une filière journalisme à l'école de magistrature, mais il faudrait absolument une école de journalisme au vrai sens du mot pour que tout le monde soit formé et puisse faire le vrai métier de journalisme. Deuxième problème, et là, c'est en tant que militante du genre, et j'insiste là-dessus, et là, déjà, on voit que l'égalité des genres n'est pas respectée. Il n'y a aucune femme autour de cette table. Et nous avons tout le temps aussi bien au syndicat des journalistes qu'à la Fédération internationale des journalistes. Nous avons été membres du Conseil du genre, de l'égalité des genres à la Fédération internationale de journalisme. Nous avons posé ce problème. Et il est vrai qu'il y a eu une grande évolution pour les femmes dans le domaine du journalisme en Mauritanie. Nous en sommes fiers parce que, évidemment, à l'époque, il y avait une ou deux, trois femmes journalistes. Aujourd'hui, il suffit de voir
les radios, les télévisions, les chaînes privées ou publiques, et on reconnaît qu'il y a beaucoup de femmes, alhamdoulilah, et beaucoup de femmes aussi qui occupent certaines fonctions de responsabilité. Et on a vu que quand elles occupent des fonctions de responsabilité, aussi bien à la télévision de Mauritanie que je connais, c'est pour ça que je parle de la télévision de Mauritanie. Actuellement, il y a beaucoup de femmes, heureusement, qui occupent des postes de responsabilité. Et elles ont prouvé ce qu'elles pouvaient faire. Donc, il suffit de faire encore un petit effort pour que les femmes acquièrent leurs droits légitimes au sein de l'espace audiovisuel ou de la presse de façon générale en Mauritanie. Je vous remercie. J'ai saisi cette opportunité pour remercier M. le Président pour cette rencontre qui est assez conviviale et assez intéressante. Il y a des problèmes réels qui se posent, M. le Président. Je ne serai pas très long. La Mauritanie a fait des avancées dans le domaine de la liberté de la presse à un moment donné. Mais depuis 2014, on assiste à un piétinement ou à un recul des libertés de la presse dans ces pays-là. Premier exemple, c'est que d'abord dans le monde arabe, la Mauritanie était le premier pays arabe où il y avait la liberté de la presse. Aujourd'hui, elle a perdu sa place au profit de la Tunisie. Un. Deux, au niveau mondial, en ce qui concerne Reporters sans frontières, la Mauritanie était au 72e rang, je crois. Aujourd'hui, elle est à 94e rang aujourd'hui. Donc 22 points en arrière. Voilà la réalité. Ça, c'est sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis 2014, il y a eu cette circulaire, cette fameuse circulaire qui empêche ou qui refuse les abonnements ainsi que les publicités à la presse privée. Comment une presse peut vivre sans abonnement et sans publicité? Je pense que dans les pays, dans le monde, il est difficile de trouver cette presse-là. Deuxièmement, ça c'est une question qui est à mon avis fondamentale, et nous souhaitons que l'une des premières mesures qui soit prise actuellement soit d'abord la levée de cette mesure, premièrement. Deuxièmement, nous pensons également que dans ce cadre, il faut qu'il y ait la diversité. La diversité, cela signifie que c'est l'appui à la presse privée, surtout l'appui à la presse en langue nationale, qui est, à mon avis, un domaine qui est extrêmement important. Parce que je sais que dans ces pays, il y a des journaux arabes, il y a des journaux en polar, il y a des journaux en sunniké, qui paraissent et qui peuvent contribuer au renforcement à l'unité nationale et au renforcement à la cohésion sociale. Voilà, à mon avis, pour ne pas être très long. D'autres questions se posent, c'est la question de la mise en place d'une maison de la presse, la mise en place d'une régie publicitaire, la mise en place d'une messagerie, donc toutes ces questions se posent, mais je pense que nous n'aurons pas le temps, Monsieur le Président, d'aborder toutes ces questions. Mais je pense qu'au fur et à mesure, dans le cadre des dialogues et des débats que nous allons faire, nous pourrons peut-être aborder ces questions pour trouver une solution. C'est pourquoi encore je vous remercie pour cette opportunité et souhaite que dans ce processus qui est engagé, que le débat puisse se poursuivre. Merci. أثمن هذه الالتفاتة الكريمة النادرة من نوعها على هذه الجماعة المفكرين وأصحاب الفكر الحقيقي الموريتاني. بالنسبة لي أهني من هذا المنبر، هذا المنبر اللي فيه أجيال الصحافة الأول والثاني والثالث، وهذا شرف لنا أن نكون من بينهم. أحيي طبعا الجميع بمناسبة مسارنا الديمقراطي اللي من خلاله الحمد لله هي حصلنا على تبادل سلمي ديمقراطي على السلطة ودخول بلدنا في نوع جديد من الانفتاح والانفتاح الكبير وتنقية الأجواء وطبعا هذا طبعا يفتح لنا الشهية لأن الإعلام إن شاء الله لا هي يقبض المجرى اللي يا الله يعود فيه. نختار نقول على أن مذمنين من هذا المنبر
رغم قصر الفترة الجهود اللي بذلت تجاه متابعة الفساد وغيرها، وهذا قطعا هو اللي احنا كإعلاميين لو دولنا نبحث عنه، نختار نطلب من السادة الحضور عن يحاولوا معنا كاملين ان يعود فهم تمييز إيجابي لدور المرأة وخاصة المرأة الإعلامية، لأن سبق وانخلقت محاولات كثيرة لكنها للأسف تؤد، وذلك في الحقيقة نحن مجتمع والمرأة باعتبار كمها وله قاع كيفها لابد من تشرك في جميع المجالات. نختار نقول عن هذه الثقة الحمد لله اللي والأجواء ثقة شركائنا، والحمد لله اللي حصلنا عليه في خلال هذه الفترة الوجيزة لا تعود مطروحة للمرأة حسابها فيه كيف الحمد لله، خاصة المرأة في الإعلام، لأن شفنا في تعهداتي ذيك العناية الكبيرة اللي انعطات للشرائح الهشة والضعيفة، وهذا فتحنا الشهية أكثر الحمد لله. ولينا لا نحن في الاتحاد العام للمرأة الموريتانية عندنا إصدارات ونختار ونعدل شيء إعلامي لا قدينا. طبعا هناك مؤسسة عندنا سياحية تجارية قال لكم أتور أيضا عندها توجه إعلامي جديد وهو إعلام المرأة المتخصصة، وأيضا نختار تشجيع بالمناسبة لمحمد المحمد الأمين المدير العام لقناة شنقيط. فخامة رئيس الجمهورية، أنا بدوري أهنئكم على هذه اللفتة الكريمة وأقول النادرة والتي لم تحصل منذ زمن طويل وأقول من زمن طويل، فهناك الذين لم يدخلوا هذا المكان ولم يسدعوا منذ 10 سنين أو قبل، هذا أقوله. اليوم الحمد لله هذه الأجيال تتلقى هنا في خيمة تحت القصر الرئاسي ويستمع منها رئيس الجمهورية إلى المشاكل المطروحة، يستمع وينصت لمشاكل طالما بحثنا عن من يستمع إليها من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية أو أي موظف في الدولة الموريتانية. فخامة الرئيس، الإعلام الحر مكسب هام لهذا البلد. هذا الإعلام منذ تم الترخيص لهذه القنوات التلفزيونية والإذاعية، أقول التي أنا أدير إحدى هذه المؤسسات وباعتباري مالك وباعتباري مستثمر في هذا المجال، نعاني منذ 10 سنوات، منذ 7 سنوات، 8 سنوات معاناة لا يعلمها إلا الله أو نحن. فهو إعلام يحتضر يعني بدون أي إمكانات، بدون أي سوق للإعلانات، بدون أي لفتة من الإدارة الرسمية إلى هذا الإعلام. وأقول أن هذا الإعلام المستعد استعداد كامل وهو مساهم في كافة مجالات التنمية، وهو مستعد للتعاطي مع الحكومة ومع النظام ومع الجهات المختصة للإسهام في مجالات التنمية، ولكن هناك غياب للتنسيق ونحن لا نجد أي شخص في الإدارات للتعاطي معنا، والأبواب إلى حد ما موصدة أمام هذه القنوات للتعامل وللتعاطي مع الخبر وللتعاطي مع أي نوع من أنواع التعامل مع الجهات الرسمية. وعليه فإنني أطالب من هذا المنبر من فخامتكم الالتفات الكريمة ووضع استراتيجية واضحة تدمج هذه المؤسسات في هذه الاستراتيجية إعلامية تدمج هذه المؤسسات حتى يتم تنشيطها أو إعادة إدماجها على الأقل في الحياة الإعلامية. فخامة الرئيس، مشكورون، الوقت انتهى، استسمحوا أشكركم. سيد الرئيس، أنتم شئتم للتغيير وأحسنتم في استدعاء هؤلاء صحافة. أنا ما كنت أعلم عنه صحافة، لماذا ربما كنت قد لا أحضر لأني أعرفها. هذه أداة جيدة وفعالة وأولى للتغيير، لكن
كيف تكون قادرة على القيام بالمهمة هذه الموكلة إليها إذا هي أعيد النظر فيها وأعيد تنظيمها؟ أنتم لم تجدوا أمامكم أهرامات يجب تحطيمها ويأخذ وقتا لا شيء قبلكم، حتى سنة 2050 يعني يمكن أن ننسف كل ما هو موجود ورميتو أبلا ونعيد بناء هذا البلد على أسس تسمح له بأن يبقى على الأقل. مجرد وجود هذه الكينونة نحافظ عليها بهذه الطريقة. هذه الصحافة بنيت على أسس فاسدة حرة للتجار. أين لرجو كومينوتير، لرجو تعاونية بين صحفيين؟ يعني مش ضروري يعني تكون تجارية، لأن التجار عندهم منطقهم ولهم الحق في أن يمتلكوا، لكن ليسوا وحدهم لساحة يكونون. بعد ذلك ساحة الحق الغير منظم. أنا دائما الحمد لله أن العربية تسميه حقلا لكي يتيح لي أن نسميه بأنه مليء بالطحالب من الأعشاب السيئة المضرة التي يجب صقله منها. دراكلاش توتال يعني. وأعتمد أن أقول كلمتين بالفرنسية لأن الصحافة الآن مطالبها أنا شخصيا، وأرجو أن تتبناها الدولة يعني. أن تركز على ما هو جاري الآن. شو تخلق معارك بين اللغة الفرنسية وبين اللغة العربية. الوحدة الوطنية مهددة إلى أحصى الحدود. هذه المواقع إلى كلها بمجموعها تشكل أكثر من ليميل كولين اللي كانوا في رواندا واللي عملوا بها اللي تعرف. إذن توجه إعادة تأسيس كل هذا، إعادة النظر فيه، ولا يجرمنكم شنآن قوم اتخذوا كلمة إعادة تأسيس، هي كلمة صحيحة وأريد بها باطل، لكنها صحيحة إن تبنيتموها ووجهتموها. هذه الأداة الجيدة جدا للتغيير مع ما تسمونه بالنخبة الثقافية avec emphase، وأنا أسميها يسمونها intelligentsia، أنا أسميها ignorantsia، الأصل اللاتيني واحد، لأن لم تدفع ضريبة العلم الذي تحصلت عليه وما زال في عنقها. ويعطيكم العافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم زينب وجابي من القناة الموريتانية. أولا أشكر فخامة الرئيس على هذه الدعوة الكريمة اللي جينا للقصر. بالنسبة لي أول مرة أدخل القصر الرئاسي، وثانية دعوت للصحافة في هذه الدعوة. هذا يعتبر أنه أعطي أهمية كبيرة للإعلاميين، خاصة لأنه الإعلامي يعتبر جندي، والجندي لازم يكون له زاد معه. ولهذا أريد أن أقتصر وأذكركم بأن الإعلام ينبغي أن يعطى لفتة، ويعتبر القوة الرابعة أيضا في العالم، لأنه يستطيع أن يرفع من شأن أمم ويخفض من شأن أمم أخرى. ولهذا ثانية سأعيد قليلا ما قالته زميلتي ركسي بالفرنسية، مهم عندي لأنها تريد للإعلاميين أن يكون عندهم إن تدريب في المهنة حتى تساعدهم لتأدية هذه المهنة. وسأتكلم أيضا عن اللغات الوطنية لأني أشتغل في القناة التلفزة، ودائما أذيع باللغة الصينية ومعي زملائي آخرين يذيعون باللغات الأخرى. وهذه الفئة أريد أيضا أن يكون لهم تكوينات في لغتهم الأصلية كي يقوموا بالمهم مؤهلين لأداء العمل المطلوب لهم. وأشكرك على الدعوة الكريمة. استمعنا لمداخلات الإخوة والأخوات وظهرينها مهمة كاملة، وأنا بعد سمعت من اللي ذاك اللي المشاكل اللي انطرحت فيها، وندور نشوف إن شاء الله ذاك اللي قد يعدل ومطلوب مملي من القائمين على الإعلام على أنهم يعاونوا في الإعلام. باللي أنا بصراحة لا أخفيكم
على أني سواء قلتها أو لم أقلها أهتم بالإعلام وداعمكم لي اللي عندي قناعة على أنكم أنتم هم اللي تقدوا تنوروا مجتمعنا وهم هم اللي تقدوا تقدموه وهم اللي تقدوا تخلقوا فيها الرأي وتقدوا تنهضوا به وهو فاصل فيها وتقدوا تعدلوا الإعلام مهني حتى وظاهر الآن على أن هذه المشاكل اللي انطرحت شيء منها فعلا ولا سيما الجوانب المادية والمعنوية واللي فيما يخص دعم الإعلام والاهتمام به ذاك دور الدولة يا غير فيهم اللي بعض الأمور اللي انطرحت اللي تعني الإعلام والإعلاميين وعلى كل حال حاثكم كاملين على تذكروا على أنه يلعدتوا إحنا يلعد مطروح لنا شمل العار حتى أنتم مطروح لكم اللي منه ياسر وكلها يحاول يقدم ذاك اللي يعني إن شاء الله وبعد اهتمام بالإعلام خالق ودور إن شاء الله نشوف Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné cette opportunité. La première question, vous avez dit une question, je vais poser une question alors. Monsieur le Président, je voudrais savoir, quand vous êtes venu au pouvoir, quelle est la situation générale que vous avez trouvée, notamment sur le plan financier, économique et social ? Quelques mois après votre investiture, est-ce que réellement les lignes ont bougé ? Nous sommes là depuis cette date de début août, précisément le 1er août, je crois, ou le 2, je ne sais pas. Je retiens très mal les dates. Là, je crois que la situation que nous avons trouvée devant nous vous a été exposée. Je pense qu'elle a été à deux reprises, si je me rappelle bien. Le Premier ministre, lors de sa dernière sortie devant l'Assemblée nationale, était explicite. Il en a parlé dans les détails. Et je vous renvoie à cette déclaration qui a été faite. De toutes les façons, si vous avez des questions bien précises sur, je serai bien à l'écoute et je serai disposé à vous répondre là-dessus. Ces derniers temps, il y a une commission parlementaire qui est en train d'enquêter sur des présumés scandales liés à la gestion précédente. On est en droit de se demander, Monsieur le Président, puisque vous avez, au-delà des promesses, vous avez pris des engagements ferme devant le peuple et devant l'histoire de faire une gouvernance vertueuse. Qu'en est-il justement de ces dossiers ? En ce qui concerne la commission parlementaire, comment elle a vu le jour, comment elle a existé, elle a été de la façon qu'il fallait, je crois, au niveau de l'Assemblée. C'est une structure qui a été créé par l'Assemblée nationale, aussi bien pour la procédure de sa création que pour l'exécution de la mission dont elle a été investie par l'Assemblée. Nous considérons que c'est quelque chose qui relève des pouvoirs du Parlement. Il est souverain, il exerce ses pouvoirs. Jusqu'à ce moment, je n'ai jamais demandé ni pris contact avec quelqu'un de cette commission pour lui poser la question où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'elle en est, je parle de la commission. Donc, j'ai appris que la commission est au travail et qu'elle a un délai de 6 mois qui lui a été assigné par l'Assemblée nationale pour venir rendre son rapport. Je crois qu'il y a lieu d'attendre. Ça concerne le choix des domaines sur lesquels elle a souhaité enquêter. Là aussi, j'ai vu un document
qui dans lequel il a été précisé que la commission va travailler sur des dossiers bien précis. Et je crois qu'il y a lieu d'attendre ce qu'on verra à l'issue des travaux de la commission. Est-ce que vous pouvez nous assurer aux Mauritaniens que les résultats de cette commission seront suivis des faits et que les responsables qui ont été impliqués dans ces dossiers-là seront punis, même si parmi eux, certains sont encore aux affaires actuellement? Je l'ai dit un peu doucement maintenant, mais je vais le dire de façon plus explicite. Le Parlement est un pouvoir. Il est indépendant. Donc, dans l'exercice de ses pouvoirs et de la création de ses commissions, il est souverain. Si je peux assurer aux Mauritaniens, là aussi, si vous voulez faire allusion au fait, moi je ne suis pas le parquet, par exemple. Je ne suis pas le parquet. C'est une institution qui existe au niveau du pouvoir judiciaire, qui lui aussi est souverain. Ce que je puis assurer est que je n'essayerai en absolument rien du tout d'entraver le travail du Parlement, ni le travail de l'autorité judiciaire. Mon rôle est bien d'essayer de renforcer et d'appuyer leur indépendance. Et je crois que l'exécutif, lui, est dans un autre rôle. Il doit le faire et on doit essayer de faire jouer justement l'autorité de ces pouvoirs qui sont souverains, indépendants chacun, pour nous permettre d'habituer un peu à être dans un jeu qui correspond à ce qu'il doit être dans une démocratie. Shukran, Sayyid Raïs. عندي سؤال من الشقين عن الانتظارات اللي متوقعة منكم. أولا الفئات التي بعض الفئات التي انتخبتكم في خطاباتكم التي كررتم مرات عن الاهتمام بالفئات المهمشة وبالشباب، ما الذي ستقدمونه الآن بعد 7 أشهر لرفع آمال هذه الفئات بعد أن مارستم السلطة سبعة أشهر؟ وألا ترون أن إعادة تدوير بعض المفسدين في المناصب أنه يمثل قلق لهؤلاء المتهمين بملفات فساد سابقة يمثل قلق لهذه الفئات؟ الشق الثاني من السؤال في المنتظر أيضا، وعدتم بجو هادي، كيف يمكن هذا الهدوء وهناك جهات ممنوعة من الترخيص، يعني FPC وحزب الرق، وأيضا هناك جهات منعت لأخرى في التنظيم العمومي، الجمعيات منعت مثل مركز تكوين العلماء للشيخ محمد الحسن والددو، أيضا كيف يمكن هذا الهدوء في جو ما زال البعض يشعر فيه بإقصاء وظلم من قرارات سابقة؟ فيما يخص الشغل الأول من السؤال، فعلا أنا في البرنامج اللي تقدمت به للموريتانيين فيه ياسر من الاهتمام بالمغبونين والمهمشين، وما زال ذاك الله هو اللي عندي ومتفاصل، لأن عندنا فئات كبيرة من شعبنا بعيد من المستوى المتوسط، وبالتالي يا الله يعد العمل جبار من أجل أنها تعود في وضعية أحسن. 6 أشهر وسبعة أشهر إحنا هنا كاملين، يلا نعود فينا قدر من الواقعية والموضوعية. قطعا أعلن أنها ما تقدر تغير فيها وضعية، يكون ما هو باط هو العادي، يا غير تقد تهيئ وقد يخلق شن العمل على أساسه. هذا العمل مقام به من النهار الأول، وعدلت ذيك المندوبية العامة اللي قالها تآزر، وكلفت أساسا بهذه المهمة ونعطاه لها الوسائل،
وكانت تشتغل حق ميدان على الميدان ما فات الهرشي من عملها. يا غير مأكد لكم على أنها تشتغل وتتهيئ وتستعد للعمل، ويدور إن شاء الله يبدأ بطريقة ملموسة فعجل الوقت إن شاء الله. يا غير ظاهر لي أنا أعلن ما نتوقع ولا يالتنا نتوقع أنا قد نتفهم على أن الناس كاملة متنقل ياسر من الأمور تحنيه وعندها فيه الحق. يا غير مولي يالتنا ما ننساو على أن العمل ما يقدر يعود منه، ما يقدر يكون يعود تدريجي، يكون العمل فوضوي، لين يعود فوضوي يقدر يعود ما هو تدريجي. يا غير ما مضمون نتيجته لأن هذا. يا غير لين يعود من الله ومديورة من لا بد له منه يندرس ويخرس ويعود فيه خطوات ويعود فيه، وإحنا قام على ذا العمل اللي هم متباركين معهم متباركين هاي، وهو ظاهر لأنه يعني شيء منه فات خلق وشي منه مبارك معه أول حزمة منه. لكن اللي سمعته ذيك اللي فيها كلفة تقريبا 4 مليارات و160 مليون وفات بدأ ومس حتى هذه الحزمة اللي فات خاض مست قدر من القطاعات، مست ياسر من البنى التحتية بالنسبة لمؤسسة التعليم، مست الصحة، مست زيادة مستوى المبالغ اللي تنصرف للناس، والله زيادة أعدادها اللي كانت تقريبا 30,000 والله ذاك عادت 70,000 والهدف على أنها توصل 100,000. مست تحسين البنى التحتية في المدن اللي من شأنها على أنها تعطي مظهر أحسن للمدن، وفي نفس الوقت اللي تخلق قدر من 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 ظروف العمل. المهم على أنهم أعشر مجالات كلهم جبرشي من ذيك الحجمة اللي أكنبتها، وندور نتمو إن شاء الله ولا مقدمين، وإحنا ندرسوا حالة ثانية يتقدم بها شيء ثاني ونتابعه من قريب تنفيذ هذه الأولويات اللي فاتها. إذن على النظر إذن الله ندور إن شاء الله. الشق الثاني في أخبار الجو الهادئ، صحيح الجو الهادئ من حيث المبدأ أنا نحن نختاره باللي نعتبره لأنه أمونك للعمل وسهل العمل فيه، مد كيف في الظروف اللي كنا نوصفه ويالت تتعدل ياسر من الشغلة ومتعين عليها. فعلا أحسن تشتغل في جو هادئ، وأحسن مملي لذوك اللي ما هم مسؤولين عن 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 العمل ضارك في هذا المجال. ظهر لي لأنه أحسن مملي لأنه يعود العمل كامل، يسوى العمل السياسي منه يسوى يعود كامل في جو في اللي قد يصح من الهدوء به اللي العادة عن ذاك هو الهدوء قاعد مطلق ما نعرف كانوا خارج في الحياة، ولا سيما في مد عندها نظام ديمقراطي وبطبيعته لا بد من تعود فيه معارضة وتعود فيها أغلبية. إذن على ذاك المستوى منه ما يعني قايل على أنه بعد قد يخلق يا غير قاعد مطلوب على أن كل هي مارس ذاك اللي يعنيه من ذاك بالطريقة اللي يلا يعدل بها في البلدات اللي احنا نختار نعودوا مد منهم كيف في نظام ديمقراطي. منع اللي نشرتوا له في أخبار منع بعض الترخيصات الأحزاب وتنظيمات، هذه الأمور ظاهر لأنها محددها قاع القانون، وقطعا على أن ما لها هي متنع حزب ولا جمعية إلين يعود استوفى الشروط القانونية إلا يخرصوا أهله ذاك اللي يا الله يستوفى من الشروط القانونية وين تستوفى إدارة الله يرخص، وكل شيء كامل من شأنه
على أنه يقيد الحريات والله ينقصها. ما أكد لكم على أنه ما فم مسعى له، على العكس فم اهتمام بإعطاء الحريات الفوقاني قد صح من المجال. وطبيعة الحال حرية التجمع والتحزب من أولويات هذه الحريات، وكيف حرية الرأي وحرية التعبير وحرية ذا كامل. مهم اللي كيف أرجع لا نرجع على إنه لين يعود بدم مستوفية جمعيتها والله حزبها الشروط القانونية ما فهم دور ترخص والله ما فهم. شكرا سيد الرئيس. أنا اسمي سالك زيد، صحفي مستقل. كنت نتمنى نعود مع الجمهورية كنت نتكلم عن الحقل الصحفي واللي يعانوا منه الصحفيين، غير لين نخلي سؤال متعلق بالموضوع لين ترجع لي الدورة ونسبق سؤال أعتقد أنه مهم سابق يتخطى موضوعه، هو يتعلق بوكالة التآزر. سيد الرئيس، هذه الوكالة تم رصد لها مليارات من الأوقية من أجل الشرائح الهشة، وهذا توعدت فيه في برنامجكم، لكن هذه الوكالة جاءت وراء التضامن اللي وعدت 2013، والتضامن قالت الحكومة السابقة أنها معدلة من أجل نفس المشكل. هذه الوكالة عليها ياسر من الأسئلة والمشاكل حول عنها، استفادوا منها رجال أعمال من خلال الصفقات المشبوهة، من خلال دعم بعض الأشخاص ياك يقوموا بأعمال الوكالة ويربحوا منها. أنتم سيد الرئيس من دركة عندكم آلية لرقابة عمل التآزر هذه، ياك تقيس الناس المحتاجة لها ما يستفاد منها واحدين آخرين من الفضاء اللي معطية لها من فضة ميزانية الدولة ووعدة الفقراء والمهمشين ويستفاد منها رجال أعمال ويستغنوا منها. شكرا سيد الرئيس. آلية الرقابة الدورة لا تعود خالقة غير الرقابة نظاهر نعلنها ينقبضوا معها هم اللي قدر من الأسباب الثانية. هذه المندوبية احنا نلودوا لها الناس اللي فيهم قدر من المواصفات، واحدة نعودهم موسم فيهم النزاهة والله يذكروا بها، والثانية الخبرة هامنا والفات خلق من ذاك خلق في ذا الإطار أن ذيك الناس القائمة على العمل فيها لا من حيث القدرة على البرمجة ولا من حيث القدرة على تعداد الدراسات اللي صالحة ولا من حيث فهم الأمور وفهم الجهات والفئات المستهدفة وكذلك من حيث النزاهة ومن حيث التسيير الحسن الله يعلم أننا قابضين لها قدر من الإجراءات إياك هذا يضمن بعد جزء من والله يعاون الرقابة فيما يخص الرقابة. بطبيعة الحال الدورة تعود جاية والدورة تعود لا موجودة، واللي مأكد لكم على إن شاء الله ما له يخلق فساد ولا خلق ما هو أهل وما هم لا يعودوا معاونين فيه ويدوروا إن شاء الله ويجبروا نصيبهم من العقوبة اللي مناسب. شيخ محمد حلمة من سهرة ميديا، سؤالي يتعلق بالدبلوماسية. في الأسابيع الأخيرة لاحظنا أن نواكشوط زاروها عدد من رؤساء دول الساحل، بعض المسؤولين العرب والغربيين، وكان هناك ما يشبه الحراك الدبلوماسي في نواكشوط. سؤالي هو هل هذا ثمرة عمل أم أنه وليد صدفة الأجندة الدبلوماسية في شبه المنطقة؟ وشن هي الملامح خطتكم للعمل الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة؟ شكرا. فعلا خلق قدر من النشاطات الدبلوماسية هون في نواكشوط يكان الصدفة والله نتيجة العمل. ما نعرف الصدف قاع ياسر منها ما مثلا ما ياسر قد لا دائما تعود نادر لكن هو اللي تعود ظاهر لأنها تصدق عليها ذاك والله تصيص ذاك المصطلح. المهم على أن احنا شغالين على حالة تلمع البلد بصفة عامة وتعطي لبلدنا مكانته أولا في منطقته، وعاقب ذاك باش قد يوسع ذاك هو اللي نختاره. وفعلا خلق هون اللي منه قد يعود بالصدفة
الليلة عاد هذه القمة التالية اللي عدلوها المجموعة الساحل بها اللي كانت مبرمجة وكان عادي على دورة موريتاني والله دورها يلحق في التاريخ اللي ذهو والنتقول لها رئاسة المجموعة. العمل الدبلوماسي عندنا له رؤية وفات شرحة الوزارة الخارجية شغالة عليها لا فيما يخص ذاك اللي قد يجعل بلدنا جذاب ولا فيما يخص اهتمام بلدنا بجالياته في الخارج، لأن وهذه نقطة مهمة عندنا، لأن احنا جالياتنا في الخارج عندها نقص من اهتمامنا بها وفيها خبرات ما نستغلوها وفيها ملي تذمر من طرف أفرادها هي اللي يحسوا بذاك النقص من الاهتمام بلدهم فيهم، عندهم ياسر من المشاكل ويطرحوا منه ياسر ولا معناها أنه قد يعدل كامل زاد هو بين عشية وضحاها، يا غير يستحق على أنه يهتم به ويستحق على أنه يقدم وضرك ظاهر لأننا فتنلحقنا مرحلة مهمة في ذاك اللي يعني الجاليات، يسوى المشاكل المطروحة لهم من حيث أو الأوراق الحالة المدنية، يسوى المشاكل اللي مطروحة لهم بالنسبة لمستويات منهم عالية فيما يخص الجوازات الدبلوماسية، يسوى المشاكل المطروحة لهم فيما يخص جنسية إذا كان احتمال على أن حد يعود عنده ما يجد إلى أجبر جنسية أجنبية يعود عادي يجي هو هنا موريتاني غير يجيب جواز سفر أمريكي والله جواز سفر فرنسي وينقلب وتو فرنسي ما تلقى خالطه شعر موريتاني به اللي نظرا لظروف معينة فرض عليه يختر أنه يعود عنده ذيك الجنسية واخترها عن جنسية بلده، مجموعة مشاكل مطروحة ومطروحة رجالياتنا ونشتغلوا كاملين إن شاء الله على أساس حالات وقدم. سيد أحمد البابا مدير زارة سنقير، لدي التماس وسؤالين. طبعا ضريبة التأخر، أما الالتماس فاز عمله محل إجماع داخل النخبة التي استدعيتهم الليلة وهو رفع الظلم على الأخ ماموني ولا المختار وبونا ولا الدف صحفي ورسام كاركتيري تم فصلهما في ظروف يدركها المهتمون بالقطاع، رفعتم مظالم كثيرة، نحن كإعلاميين نلتمس منكم أن ترفعوا الظلم عن زميلنا ماموني ولا المختار وابونا ولا الدف زميله في الشعب. أما السؤال والسؤالين، السؤال الأول، خمس ولايات حتى لا أقول ستة تعيش جوا استثنائيا بحكم الجفاف وهذا أمر خارج عن إرادة الحكومة، لكن ما الذي يقوله فخامة رئيس الجمهورية لسكان هذه الولايات وهي تنتظره في أول إطلالة له في خطاب يوجه إليهم بعد خطابات المهرجانات؟ أما السؤال الثاني، فمحيطنا الإقليمي نسير فيه ملفين بالغ الحساسية، ملف سلم في الشمال غير متضح المعالم، أعني الصراع بين الصحراء والمغرب، وهو موقفكم وأنتم تتكلمون للرأي العام في أول فرصة عن هذا الملف والدور المنتظر فيه، أما الملف الآخر فهو ملف الساحل وأنتم تتولون الآن قيادته، أوضاع أمنية معقدة في دول الجوار حتى لا تشغلكم المشاكل الاقتصادية وهي صعبة والسياسية وهي ربما كانت أصعب عن هذه المشاكل الأمنية، ما هي رؤية فخامة رئيس الجمهورية للملفين الإشكالين شمالا وجنوبا؟ السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، الحكومة مدركة للظروف اللي فيها البلد نظرا للنقص اللي خلق هذه السنة وتقريبا قريب من شامل النقص في نسبة الأمطار اللي جات وفي بعض الولايات كيف شرطوا له دورة عود ضايعة والله خلعة بعد هذا فات من قبل الإجراءات وفات تقدمت واليوم كانت موضوع اللجنة الوزارية اللي مكلفة بها
عرضت نتائج عملها اليوم في مجلس الوزراء، ونعتقد على إن شاء الله في الوقت المناسب سابق يعود يجي متأخر يدورين يجي لك الأمور والدور تعود كافية من حيث الكم، والدور تعود مملي مقبولين له الإجراءات بقدر اللي تعود تنجبر جغرافيا في كل بلد كامل. مازلنا نشوفه كان إلى أن جابت ووصلت على مستوى المقاطعات كافية، وإلى عاد ذاك ظهر أنه ما هو كافي لها يدور توصل إن شاء الله على مستوى البلديات، إذن على أن الإجراءات متخذة لهذه الوضعية. بما يخص السؤال الثاني، وضعية الصحراء الغربية، الله ملفها ظهر لأنه من الملفات والمواضيع اللي ما يتغير فيها موقع موريتاني من به اللي موريتاني اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وموقفها من هذا الصراع معروف اللي هو ذاك الحياد اللي السنة قد شفنا على مستوى وزارة خارجية، شفنا هنا معناها زاد شدين الأخبار وتوف من كلمة الحياد، ولا سيما بعد بالفرنسية اللي هي اللي ينقالها نتراليتي، على أنها قلنا على أننا نشوفه يكان نغيرها شوي وتعود ينقالها لإمبارسياليتي مثلا، بقدر اللي تعود ذاك الحياد ينفهم منه على أنه ما هو حياد سلبي أهلوا إلى أتموا ويحضروا، لا كيفت اللي ما هم معنيين والمهم عندهم على أنهم ما يعودوا أقرب الطرف من الطرف ومتباركين. نشوفوا شن هي الصيغة اللي انت يعود مبدأ الحياد بمفهومه على أنه في نفس المسافة من الإخوة كاملين، غير تعود بطريقة فيها قدر من الإيجابية ولا ما 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 تعود راكدة بذاك الشكل. ذا الموقف كيف قلت ظاهر لي لأنه هو الموقف اللي من الحكمة يعود هو موقف موريتاني ولا ما تغير فيه الشيء، وكان هو موقف ومزال. موضوع الساحل مجموعة من الدول وتشترك في أمور تتقاسمها فيما بينها اللي هي الجفاف والتصحر وياسر المشاكل الإرهاب وقلة الأمن. إذن والوضعية فيه في المنطقة ما هي زينة، والوضعية الأمنية سيئة جدا ولا سيما في جوارنا وفي الوسط. في الوسط من الناحية الأمنية أخطر خطر والله تهديد أن يعود قائم في الوسط من اللي يعود قائم على 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 الأطراف به اللي يقدر يتوسع في اتجاهات كاملة. إلين تلاو نرجعوا للطريقة اللي يعالج بها هذا هي اللي مأرقة الناس كاملة ومأرقة الساحل ودول الساحل ومأرقة معاهم اللي شركاء الساحل، غير ما معناها على أنه ما يقدر يعدل فيه عمل، وما معناها أنه ما يقدر يقدم. احنا هون كانت عندنا وما زالت عندنا نظرة في أخبار علاج الموضوع أنه ما يقدر يفتصل علاج التهديد الأمني من موضوع التنمية، ما يكفى على المدى تعود عندها جيش ويعود عندها تسليح لباس به ويعود عندها شجاعة
وتعود التماشة وبل منين جبرت الإرهابيين تعدل معهم معركة إلى أن تصرت فيهم ذي كذا. لا بد من 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 خلق مستوى من التنمية يقد يعدل على الأقل ساكنة تتعاطف على الأقل مع الناس اللي قائمة بعلاج الموضوع من الناحية الأمنية. ولا كافي ذاك، لا بد من ينخلق من الظروف التنموية قدر اللي يقد يواكب ولا يقد يحاني، ما يقد ينقال حانوا نوفا من الجانب الأمني ونرجع وتلا ونمو. وحق على أنهم كيف يقولوا بعض الناس وبعض الشركاء على أن عودانهم يمشوا بطريقة متوازية على أنها صعبة، اللي فعلا اللي نعود مدة عندها هون عمل تعدلوا تبني وحدها وحدها يعني يتحارب وتقد ذا كامل يخسر. يا غير بعد لا بد من يخرج عمل في هذه المجالات. موريتانيا فعلا السنة عندها رئاسة دول مجموعة دول الساحل لمدة سنة وعدلت ورقة عمل والله خارطة الطريق وفيها مجموعة من المحاور وفاتت عرضتها في الاجتماع اللي كان هون في نواكشوط. لا أصحاب مثلا أصحابنا في مجموعة الساحل ولا الشركاء هم كاملين راضين عن التصور اللي مقدم لهم، ولين يخليك قدر من التوفيق إن شاء الله بإذن الله. قطعنا على إنه في السنة ما لا تعود الحالة مثلاً ما لا هي وفذاك كيف كنا نقول قبيل، يا غير يا الله بعد في فترة السنة يقدم شيء من الأمور اللي نتفوت هذا. ولا استطعنا على الرؤية اللي عندنا على أن يخلق منها قدر والله يعود يبتنا عليها بقدر اللي تعود هي اللي متبعة في حالة جات رئاسة واحدة ثانية من الدول يعود ذاك لباس. Monsieur le Président, il y a des dossiers que d'aucuns qualifient de sensibles qui sont encore pendants. Le dossier du passe humanitaire, le dossier, la question foncière dans la vallée et le dossier de l'esclavage. Concernant les expropriations foncières dans la vallée, certainement lors de votre campagne, vous avez eu à écouter les populations victimes justement de ces expropriations d'hommes d'affaires qui s'arrogent le droit de se tailler des centaines d'hectares contre toute législation, notamment le code foncier, qui autorise que plus de 20 hectares doivent faire l'objet d'une dérogation ou bien d'une attribution en conseil des ministres ou par le ministre des Finances, etc. Ces questions se posent avec acuité encore dans beaucoup de villages de la vallée, si bien que même les espaces vitaux sont aujourd'hui phagocytés par ces hommes d'affaires qui bloquent complètement l'accès à l'élevage, au pâturage pour les animaux. Donc c'est une question extrêmement importante. La deuxième question, c'est le dossier de l'esclavage. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que tout citoyen, que la Mauritanie compte de plus en plus de mouvements de contestation, de mouvements de revendication, etc., etc. Mais généralement, on étouffe dans l'œuf ces revendications sociales. Et quand on parle de réconciliation nationale, ne pensez-vous pas qu'il faudrait panser toutes ces plaies pour que la réconciliation nationale soit une réalité et pour qu'on ne mette pas de la pommade à chaque fois qu'il y a un mal pour tenter de le guérir et ce mal est toujours là. Faudrait-il pas prendre le courage de crever l'abcès? Merci, Monsieur le Président. D'abord, sur certaines terminologies, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je n'ai jamais parlé de réconciliation nationale, mais je parle d'unité nationale. Et à mon avis, il y a une différence. Réconciliation nationale, c'est après une guerre civile. Nous, on n'a jamais été dans ça, ni même près de ça. Mais nous avons droit. Et nous avons tous le devoir de le faire
de faire chacun de nous à partir de sa position en tant que citoyen ou en tant que responsable de mettre de fournir un effort justement pour que pour consolider cette unité nationale. Le problème des terres, je sais que ça existe, mais je ne vous cache pas que jusqu'à présent, je ne l'appréhende pas tellement. Pas parce que je le néglige, mais parce que j'ai encore des priorités de premier ordre, dont certaines ont été évoquées ici. Et j'y viendrai. Et quand on y arrivera, on le fera, bien sûr, en tenant compte des lois, en tenant compte aussi de l'intérêt, surtout l'intérêt national. Et de toute façon, si ça constitue des problèmes, on ne les laissera pas pendant. En ce qui concerne l'esclavage, je pense que nous sommes tous ici, c'est vrai, on parle beaucoup d'esclavage, ou on entend du moins des voix parler d'esclavage, parler même de plus que ça. Mais je crois que nous, au moins, qui sommes là, devons pouvoir apprécier et dire ce qu'il y a ou non de l'esclavage. Si, effectivement, ici, comme un peu partout ailleurs, il y a eu, l'histoire des peuples a toujours connu ces phénomènes effectivement lamentable d'esclavage. C'est vrai que peut-être aussi chez nous, ça a pris du temps pour l'éradiquer ou pour même l'abolir. Et ça a pris du temps aussi pour mettre en place des lois et pour les criminaliser. C'est vrai. Il y a eu ce retard. Et ce retard a aussi de toute façon, ça a fait mal. Mais moi, je crois que il y a peut-être beaucoup de séquelles de l'esclavage, plus que de pratiques esclavagistes. Qu'est-ce que ça donne des séquelles de l'esclavage? Obligatoirement, ça donne des pauvres, ça donne des ignorants, ça donne une situation dans laquelle celui qui fut esclave ou avec un grand-père esclave se retrouve automatiquement très en retard par rapport, comme j'ai dit, à l'école, par rapport à la richesse de façon générale. Et là, c'est un grand chantier sur lequel nous devons travailler. Et il faut le faire. Le fait, par exemple, si on trouve aujourd'hui un adolescent qui n'est pas encore d'un certain âge, qui travaille chez une famille, qui lui paye 20 000 loubia, 30 000 loubia, c'est vrai, c'est pas bon, parce qu'il n'est pas allé à l'école. Mais c'est le résultat d'une condition de la vie quotidienne. Il faut trouver à cet enfant et à sa famille un revenu qui leur permette de ne pas avoir besoin de faire travailler leur enfant et de l'envoyer automatiquement à l'école. Mais si on leur dit, si tu leur dis non, de toute façon, il faut leur donner quand même ces 30 000 rubles là. Il faut leur donner ce qu'ils pouvaient avoir à partir de ce travail qui est peut-être illégal,
qui est inadmissible ailleurs, qui est, on peut dire que c'est une forme d'esclavage. Mais je veux dire que ce n'est pas l'esclavage dans le sens que certains veulent présenter ou présenter notre pays aujourd'hui comme tel en tant que pays esclavage. C'est ce que je pense par rapport à ça. En 2021-2022, la Mauritanie sera un pays producteur de gaz. Est-ce que le pays est prêt à recevoir cette manne? Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire de ce pacte actuel? Au Sénégal, par exemple, on a mis en place un institut de pétrole et de gaz pour que le pays profite pleinement de cette ressource. Qu'est-ce que le mécanisme compte faire en Mauritanie pour profiter nous aussi de cette ressource? Effectivement, il est prévu qu'en 2022, que commence la production, qu'on arrive au stade de la production du champ gazier que nous partageons avec nos frères voisins du Sénégal. Je sais que les dispositions sont effectivement prises. Il y a aussi un institut en Mauritanie qui est en train d'ouvrir, et justement pour préparer des cadres ou des techniciens à pouvoir servir justement dans cette phase à laquelle vous avez évoqué. Je pense personnellement qu'on doit travailler pour le moment en ne considérant pas que nous allons avoir du gaz. Nous n'avions pas de gaz. Et en 2020 et 2021, on n'aura pas de gaz. Donc, le fait de rester à attendre une ressource qui ne va venir qu'après un peu de temps, et au bout du compte, quand on aura du gaz, il y a aussi une politique à mettre en œuvre justement pour pouvoir profiter au maximum de cette ressource, c'est-à-dire qu'elle doit servir effectivement à tout ce que nous disions ici. Elle doit servir à l'éducation, elle doit servir à la santé, elle doit servir à l'amélioration des conditions de nos populations, en particulier celles qui sont très en retard, que nous avons évoquées. Et elle doit aussi servir aux générations futures. C'est-à-dire que si on se partage, nous qui sommes là présents, cette ressource qui est effectivement épuisable, là, nous serons en train, dans une situation où nous sommes en train de prendre les parts des générations. Je crois que tout ce montage-là doit être préparé. Je crois d'ailleurs qu'on est là-dessus. Et de toute façon, je peux vous rassurer par rapport à cette période-là. Nous n'allons pas être surpris quand on arrivera justement à la production en 2021. شكرا سيد الرئيس. عندي سؤالين باختصار شديد. السؤال الأول عن الفساد. محكمة الحسابات في عهدكم نشرت عدة تقارير عن اختلالات واضحة، لكن لم يتابع أي إنسان على هذه الاختلالات. هل يكفي لمحاربة الفساد أن يكون إعلان المفسدين فقط؟ السؤال الثاني، أعلنتم عن منهج في الدبلوماسية في الاستقطاب الحاصل في الإقليم عن الدبلوماسية عن الحياد الإيجابي. متى ستعيدون موقف الدبلوماسية الموريتاني إلى الحياد الإيجابي من الصراع الحاصل في الأشقاء في الخليج، بين الأشقاء في الخليج؟ شكرا. الفساد ما دخلات وما يقد يحصل عندش وطمعنكم على أنكم إن شاء الله وتعودوا متأكدين على أن ماننا لا نتعاطفوا مع الفساد ولا مع أهله به اللي ذي الخالق من الثروة محدود وأهله فاصلين فيه. بالنسبة لتقرير محكمة الحسابات لا نعود معاكم صريح فيه. ذاك التقرير طرحت محكمة الحسابات سؤال على ان عند ذاك التقرير وعلى انها كانها
تنشروا والله ما تنشروا، وعندنا بعض الشركاء يرغب في إطار الشفافية، ولن يتم العمل اللي يعدل ما فهم شيء ينشحد فيه ولا فيه شيء ما. وفعلا أعطينا تعليمات على أنه ينتشر بعد، وعلى أن التقارير كاملة تنشر، وعلى أن الشعب عنده الحق في الطالع. على فيما يخص محاسبة أهله، أنا فتنا سولنا عنها، ما ادخرصت حتى لا يتشوف في ذاك التقرير، فما في مبالغ لا بد من حد لا يسول عنهم، يسولين يعطوه تفاصيله باللي ما ذكر في مبلغ والله هنين هائلين، يا غير ذاك بعد اللي يفهم من النص ما هو بار بالضبط على حالته ذيك. احنا تحدثتوا عن الحياد الايجابي في العلاقات في الاقليم وفي الازمه الخليجيه، نحن منحازين الطرف عن طرف بين اشقاء في الخليج، اقصد قطر والسعوديه والامارات، الصراع الحاصل بينهم. انا قايل ان هذه الحالات الثنتين عاد كيف اللي قلنا انهم قدوا يداروا على ميزان واحد. واحده من ناحيه احنا وضعيه الصحراء وموقعها الجغرافي وموقع موريتانيا والاطراف كامل اللي في صراع الصحراء يختلف عن وضعيه في بلد ثاني. ذاك الثاني ظاهر لان اللي نسموه السياسه الخارجيه والله العلاقات مع الدول الشقيقه الصديقه والله مع الدول العربيه والله الدول الاسلام المسلمه والى اخره. اللي نقول فيه على ان في اطار السياسه الخارجيه تحكمها المصالح العليا للبلد، ما هو البلد هان هم البلد موريتانيا، وتحكمها مصالح الشعب الموريتاني. واحنا مسؤولين عن ذي المصالح وعن ضمانها، والطريقة اللي يا الله تخلق في هذا النوع لا بد لها من تعود تنبني زاد هي على قدر من الاحترام المتبادل فيما بين الدول، وتنبني على الندية في التعامل البيني بينها، وفي ذا الإطار هذا هو اللي نتحكم في سياستنا الخارجية، سواء كان مع قطر أو الله مع بلد هان. شكرا سيد الرئيس. هذه المرة عندي سؤالين، كيف بعض الزملاء سولوا سؤالين وخايف ما ترجع للفرصة، غير لي عدو قصيرين إن شاء الله. السؤال الأول سيد الرئيس، مع تعيين الوزراء المجتمع الموريتاني جاء ياسر من الأمل حول نظام جديد يعين وزراء ما هم من الحزب الحاكم ولا الأحزاب الداعمة للنظام ولا رئيس المرشح، غير بعد ذلك التعيينات المتتالية في اجتماع مجلس الوزراء ياسر من الناس تخوش عن يعود تعيين إلا الناس اللي داعمة للرئيس والله الناس اللي منتسبة للحزب الحاكم. أنت اللي هنشوفه نظامكم سيد الرئيس يعين الشباب الأكفاء اللي معارضين واللي ما هم المعارضة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سيد الرئيس يتعلق بالصحافة. أنتم سيد الرئيس عندكم تلفزيون رسمي وإذاعة رسمية ووكالة المرتين الأنباء، هذه المؤسسات تشتغل 100% بالمتعاونين، رجالا ونساء وشباب عندهم مسؤوليات، رجال متزوجين ونساء عندهم عائلات وشباب عندهم طموح يبنوا مستقبل. هذو الناس يشتغلوا بدون عقود، يشتغلوا برواتب ضعيفة. سيد الرئيس أنت اللي تقبل القرار باكتتاب رسمي واضح وشفاف للطاقات الموجودة في هذا الإعلام وينعطاها رواتب جيدة يعود يعطوا صورة جيدة لموريتان للعالم الآخر، لأن صحفي في ظروف مزرية يفكر في الطريقة اللي يعيش بها واللي ما عنده فرصة يكون يطلب مدير والله مسؤول إياك قد يعيش ما قد يعطي صورة جيدة عن دولة ولا قد يعطي أخبار حقيقية باللي رهينة الفضاء.
سيد رئيس انت اللي تكتبوا ولا تعطوا تعليمات بكتاب هذول الناس اللي يشتغلوا في هذا الاعلام، يعني عندكم اعلام جيد يعطي صوره عنكم جيده ويصنع راي عام حقيقي. شكرا جزيلا. بالنسبه للسؤال الاول، انا ماني حاس حتى ماني فاطن للفرق بين اللي شرط له فيما يخص تعيين الحكومه اللي رضات عنه الناس والتعيينات اللي تلبتوا اللي ما رضات عنه. انا بعد ماني حاس بروايه ولا اسلوب، وعدل به تعيين اعضاء الحكومه ذيك الساعه، واسلوب ثاني مغاير وعدل به تعيين في الوظائف اللي تلبت ذاك. ما نفس المذهب ونفس الله نفس المبدا ونفس المعايير اللي يعدل عليها ذاك التعيين الاول، لا هو اللي قط كانوا يعدلوا عليها التعيينات اللي تلبوا ذاك. فيما يخص الصحفيين اللي اشتغلوا بدون عقود وان تلا يعودوا عندهم، ذاك اللي نتمنى لهم كاملين الا ان يتوفر والله يقدي صح، عودوا متاكدين على انه دور يسبق فيكم بلا عقود. ندور ولا تشوفوا شنو هي الحاله اللي يقد يعودوا عندهم عقود. بالنسبه لي يعودوا عاقب ذاك مكتتبين كموظفين رسميين في مؤسسات الين ام اللي يلحق حاله تقد تعدل بها دور لا تعدل. على كل حال مشكله التشغيل مشكله وحدها، ومشكله ظروف الموظفين هم اللي قطعنا لانها جزء كبير من الموضوع. شكرا جزيلا. السؤال الثاني عن اصلاح التعليم اللي استحوذ على جزء كبير من تعهداتكم سيد الرئيس، وطبعا هذا بعد عام من اعلانكم الترشح وبعد حوالي 9 أشهر من وصولكم للسلطه. سؤالي الى اين وصل التحضير لعمليه اصلاح التعليم، خاصه وان نحن شاهدوا في ذي الفترات الاخيره مظاهرات لبعض المعلمين، سمعنا عن اضرابات ايضا بعض المدارس، وهناك متقاعدين ايضا يتساءلون عن قرار تعهدتم به برفع سن التقاعد وتحسين ظروف المتقاعدين، وهناك ايضا مطالب اخرى باعاده هيكله الوزارات الوصيه للقطاع وانهاء حاله الدربكه الغير مفهومه داخل القطاع. اين وصلت عمليه تحضير للتعليم لاصلاح التعليم؟ شكرا جزيلا. انت لا تشكل هون الحكومه، احنا نعرف وضعيه دار تعود نادره في الدول، لأن عندنا لكل مستوى من التعليم عندنا الوزارة. في أكثرية الدول إذا كاملين قالوا وزارة التهذيب الوطني والله التعليم، وإحنا عندنا وزارة التعليم الأساسي وزارة التعليم الثانوي ووزارة التعليم العالي. يا غير هذا عدلناه أساسا لا في إطار إصلاح التعليم وفي إطار الاهتمام والالتزام في رواية والله بطريقة يحصل بها التعليم. أعرف مثلا إذا نقول على مستوى وزارة التعليم الأساسي ووزارة التعليم الثانوي، حتى في مجلس الوزراء يعودوا حد منهم لا يقدم بيان لا بد من يقدمه لهنا في بلاد وكلهم يقرأ منه فقرة. به مثل ترابط القطاعين. غير اخترنا هذا اياك نصيبه شمن الوقت وشمن الطاقات للتعليم الاساسي اللي هو اللي ظاهر على انه هو المرحله اللي قد يبدا منها الاصلاح. وكذلك ربطنا الاصلاح مع التعليم الاساسي. اياك ما يعود عنده القطاع الثانوي ويعود اخف يا كانوا قد كذا بالنسبه للفئه تعدل. فات عدل الشباب والشي مبارك معه لا يعدل. فيما يخص الإصلاح فاتت الوزارة عرضت خارطة الطريق تتمثل في قريب من كتاب لتصور ذي المراحل اللي لا يتعدل شنه هو اسم الحالة لا يتعدل. وفات عدل
مجلس الأعلى في أخبار وفات وقرر على أن يخلق قدر من التشاور في أخبار عملية إصلاح التعليم، وفات ميدانيا فات وعدل قدر من الإجراءات من شأنه يشجع المعلمين بهم اللي ذيك علاوة البعد كانت عند حوالي 50% منهم عادة تبادل عليهم كاملين، وكانوا ضامقين منها العقدويين عادوا معاهم في نفس الوضعية، فتنا جبرنا نتائج إيجابية والله مؤشرات، بينما في ذي المرحلة من السنة كانت يعود نسبة المعلمين الغائبين عن مدارسهم نسبة مرتفعة تتقرب من 15% إلى 12%، احنا ورك عندنا 2%. مبارك معاه له يعدل الدور مبارك مع 500 وشي من الفصول له يتبتنا يكانها ندخلوا يكان السنة الجاية إن شاء الله الدراسية تعود السنة الأولى الأطفال يدخلوا في ظروف مناسبة، يدور الدور تعدل 79 مدرسة ولا له تفتتح السنة الدراسية مع الحق هذا إن شاء الله، وفات وفات به اللي شي منهم فات فات عاد مبارك معاه، واللي باقي ما زال تالو فيه ما أعرف كانت 49 ولا 47 مدرسة ثانوية مثلا ثانوية بما فيه إعدادية معاه. إذن مبارك مع ياسر وما زال ياسر، ولا يتم لا نرجع لها دائما. أنا نعرف على أنكم عجالة وأنا من نفسي عجلان، ونعرف على المواطنين عجالة يا غير نقد نطمئنكم على ذيك الالتزامات اللي التزمت بها في هذا الإطار ندور نشتغل عليها، والحكومة فرزت على أساسها استراتيجيات وسياسات والعمل عليها جاري، وندور لها نتقدموا إن شاء الله. إن شاء الله سيد الرئيس، فخامة الرئيس أنا ذكركم بالموضوع اللي عاد قابلني لقبوته في ذاك اللي الالتماس إيش لا يخلق فيه. هم الخلطة أعطيني أخبارهم بونا ماموني مفصول من الوكالة الموريتانية للأنباء خطأ، قالت المحاكم إنه خطأ جسيم ولزمته بالتعويض، ما رجع للوكالة ولا عوض له عن ذلك شيء، باني خدمة 30 سنة في الوكالة ما هو نفوذ لحكمه، ولا من المشاهد اللي الله يعدل فيها شيء من ضحايا الفترة الماضية، ولا خارج ثاني مالي أيضا قال إنه هو آخر من الناس اللي ما تم الصافة انفصال مالي، رسام كاركتير جيد يعبر عن رأيه كان لوريزون. العميد محمد فاول العمير فيدو أخبارهم كاملين، الأمر يحتاج توجيه منكم للتنسوا منكم وراجين إن شاء الله يخلق فيه شيء. الموضوع الآخر الثاني نعطيك معلومة ونسول عن سؤال. المعلومة أنه أنا جاي من فضاء الدولة فيه نعرفوها بعد من إنتلام قرب من 18 سنة تقريبا اللي هو فضاء أو كار ساحل قدرون بكلامنا إحنا هك من عندهم بالأحياض إلى ولاتة ما في مدرسة مكتملة قاع سوية شنهي، ما في مدرسة واحدة مبنية مكتملة، وعندنا آلاف الناس اللي ما قد دخلت التعليم ولا إلى بلعتي هذه نختيروكم أنتم في الإصلاح الجديد إن ننطلقوا مع الناس ما انتموا فيه إلا معلومة تتوسع لاحقا. أما السؤال طرحوه الإخوة بالفرنسية، الرأي العام ينتظروا في موضوع لجنة التحقيق البرلمانية، صحيح البرلمان مؤسسة دستورية مستقلة، لكن الرأي العام ينتظر منكم سباقان الرئيس مسألتين لن تعيقوا التحقيق إلى أن يكتمل وإلى عاد فعلاً يتم التعب المصداقية معه كيف التقارير الأخرى الثانية تقرير الواقع عنه هل ستترتب عليه إجراءات، طبعاً لا نريدها انتقامية ولكن طبق ما يتم في دول القانون. شكراً. إن شاء الله هذا لا يدخل في إطار ذلك أن أقوله. أنا ماني له أعيق عمل هذه المؤسسات الثنتين اللي قلت لكم، لا القضاء ولا البرلمان، ولاني سواء كان ذلك في إطار عمل اللجنة القائمة ضرك وسواء كان في جانب ثاني من جوانب عمل هذا السلطات اللي ما شاء الله.